هلا هذا راح اروح على شابتر 10. اظن هذا المثال، هذا المثال. اوكي، هلا اذا بتطلعوا هذا المثال في عندي ثلاث احرف بدنا نحاول نتعرف عليهم. هم جايين يعني شكلهم غريب شوي، ايش هم هذول؟ كانهم تي جي، كانها جي او مضبوط، الثاني جي والثالثه اف، بس طالع شكلهم عجيب شوي. هلا اللي رح نعمله هلا هون بده يعمل هو كلاسيفيكيشن. هي هذا كلاسيكال او يعني هذا كلاسيفيكيشن اكسرسايز. هلا هون الاوتبوت بده يطلع، اذا كانه هذا الحرف رح يطلع الاوتبوت 60، اذا كانه هذا الحرف اللي هو تعرف عليه رح يكون الاوتبوت 0، واذا كانه هذا الحرف رح يكون الاوتبوت ناقص 60. وهو عامل هون زي بوينتر، او البوينتر عماله بيتحرك بيعمل. هلا رح نعمل تريننج، المفروض انه نعمل تريننج. هاي بتبين ال اس اس اي، انتم بتتذكروا كنا نحكي مرات عن ام اس اس اي ومرات نحكي عن ام اس اي. هاي هون اس اس اي، وهي عمل هون تريننج المفروض. هلا هون هو عامل تريننج على هذا الاوتبوت، خلينا اشوف هلا اذا هاي طلعنا هذا الاوتبوت. هلا ما كبست انا هاي الكبسه طلع هذا الاوتبوت، هي التست انبوت عم نفحصه بنشوف تعلم عليه. طبعا هدول لازم يكون تعلم عليهم اول ثلاثه، لانه اول ثلاثه هو اللي عمل لهم تريننج مش جنراليزيشن. فهي هون اعطاني زيرو زي ما هو متوقع، واذا فرجيته هذا الشكل هلا هاي مش شطاره. ليش؟ لانه هو عمل تريننج، ما اللي اعطيته اياه عمل له تريننج، هاي ما بتفرجينيش. هلا الشطاره بتفرجيني، لاحظوا التي هاي كيف اختلفت التي هاي عن التي هاي، بس شفت من هون. خلينا نشوف شو بعطيني. هي اعطاني تقريبا 60. هلا احنا بنقدر نغير فيجرز زي ما بدنا، هلا راح تشوفوا. وبعدين هاي كمان عاملها شيفت. هلا هون طلع فوق، شايف اول سطر هون حاطط تارجت بيساوي 60، وتارجت بيساوي 0، وتارجت بيساوي ناقص 60. متذكرين الماتريكس اللي هي البي والتي؟ فكانه البي هي الاشكال الثلاثه، والتي هي التارجت اللي لازم يوصل له. فلما انا بفرجيه تي لازم يعطيني اوتبوت، كان ممكن تحطه انت زائد واحد او ناقص واحد، هو حطه رقم. فاحنا بنقول لما يكون الانبوت حرف تي بدي يعطيني اوتبوت 60، ولما يكون الحرف whatever هذا اللي هو الشكل هذا كانه جي او 6 بدي يعطيني الاوتبوت 0، ولما يكون الانبوت او الشكل اللي اعطيته اياه بيشبه الاف بدي يعطيني اوتبوت ناقص 60. فعماله هو بيتحرك الدائره وعامل لك صوت، هو هيك اكسايتمنت عشان تسمع صوته شيء بيتحرك. هلا لو اجينا هون هلا فرجيناه تي، هلا هاي تي بتشبه التي هاي بس مش هي نفسها. هلا لو انه حافظ وباصم كان راح يقول هذه ما لهاش علاقه بالتي، لانه اطلعوا هون كل هدول اللي كانوا اون 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 ايش صاروا هون؟ اوف اوف اوف، مزبوط. وهاي كمان اختلفت، وهدول اللي كانوا اوف 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 هون صاروا اون اون اون. ففي لو حسبت انا بس بارقام بالطريقه التقليديه راح الاقي في اختلاف كثير بين الشكلين، بس احنا بنتامل انه هو بطريقه الليرنينج اللي تعلمها تعلم انه في شكل في ارتباط ما بين هذا الشكل، ما بنعرف كيف، صعب تفسيره. مزبوط، مش حكينا صعب تفسيره؟ في بعض الطلاب اقترحوا علي المرة الماضية انه ممكن احنا نطلع على الويتس ونفهم مين اقترح علي. فكرة جيدة، انه انا هل بقدر اطلع على الويتس ومن الويتس اقترح او افهم كيف هو تعلم الهاي او كيف طلع بهذا الجواب؟ بس هذا unusual. احنا عادة بهمنا النيورال نتورك يقول لي الجواب، ما بهمني يشرح لي كيف وصل للهاي. لو بدي اشي يشرح لي بروح على expert system. نطلع الان على هذا كمان شكل هو ما شافوش، هي كمان اعطاني جواب جيد. ولو اطلعنا هون كمان اعطانا جواب مقبول. هلا احنا بامكاننا نصير نغير التست انبوت، خلينا اشوف كيف راح اغيره. هل بقدر اغير انا هذا؟ بقدر اغيره. هلا مثلا لو اجينا طولنا هذه التي من هون فرضا، اوكي، خلينا نشوف شو بعطيني. لاحظين كيف لما كبست هذا شو عملنا؟ نقلها على التست انبوت، مقبول مقبول، مش هيك؟ اعطى شيء اعلى بس مقبول يعني. هلا خلينا اشوف مثلا لو انا شلت هاي منه هل بضل يتعلمها انها تي؟ تقريبا استقر على نفس الهاي. طيب لو شوهتها هيك كمان معطين. خليني ارجع هاي وارجع هاي واشيل هاي، مثلا ابدا اقص منها من تحت، كمان ما عم بتغير. اوكي، هاي بدا يخرب. مثلا هل هاي بفكر فيها تي انا؟ يعني هذا صار شكلها صعب. مقبوله فيها، في فيتشرز عماله بيعملها اكستراكشن
بيطلع اكستراكشن فيثرز عماله بتعلم هذا الشكل موجود زي ما حكيت ما في تفسير سهل بدي ادخل في الويتس واطلع عليها. نعم دكتور هون المفروض انه يكون الاوتبوت يا اما 60 او 0. لا 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 ما هو هو هاي الفكره انه هو هلا عماله بعطيني رقم بل قريب لل 60 يعني هون رح نعتبر انه قريب يعني هل انت بامكانك تحطي خط بينهم وتعملي له كريسب تعملي كريسب مش بامكانك تقولي اذا كان اكثر من 30 بعتبره 60 واذا اقل من 30 بعتبره 0 واذا اقل واذا اكبر من ناقص 30 بعتبره انه 0 وهيك بامكانك تحطي هذا كثير والبي ماتريكس ايش كان حط الانبوت بالبي البي هلا انت اذا بدك تعمل البي بدك تجيب ماتريكس وهذول تحطهم بده يكون الماتريكس الاوردر تبعها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 فبده يكون دايمنشن تبعتها 16 عندي رح تكون 16 انبوت تكون 16 رو مزبوط وثلاثه كولومز مزبوط وعندي راح يطلع يعني كويس سؤالي كويس خلينا نطلع عليه حتى نتذكر مزبوط كيف رح نعملها كيف رح نعمل الماتريكس هاي تبعتها رح نيجي الماتريكس نعملها بالشكل التالي احنا كنا نقول انه في كولومز الداتا في كولومز مزبوط رح يكون عندي 3 كولومز هاي الداتا الاصليه انا غيرت شوي بهديك بس هاي الداتا الاصليه مثلا لو جيت انا عديت رو هناك رح يصير عندي اول انبوت رح يصير 1 1 1 0 0 1 0 0 الكل متابعني كيف من وين جبتهم هدول 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 نحطهم بهذا الشكل خلينا نشوف صار عندي 1 1 1 0 0 1 0 0 وهدول رح يتكرروا 0 1 0 0 0 1 0 0 هلا هذه رح تكون البي هذا اول بي التي ايش رح يطلع معي الاوتبوت 60 هلا بنيجي على التالي رح يكون 1 1 1 0 1 0 0 0 وبنكمل وهدول بيطلع عندي فبيطلع هذا 16 رو في ثلاث كولومز اذا بدك تحط الداتا في كولومز بدك تحطها في روز بصير تحطها في روز بس بدك توضح بس احنا تعودنا نحط الداتا في كولومز هي كولوم هي سيت اوف انبوتس وبقابل 1 سيت اوف اوتبوتس هي سيت اوف انبوتس بقابل 1 سيت اوف اوتبوتس هي سيت هلا بامكانك تعمل تريننج اكثر بامكانك تحط اكثر من شكل تي يعني بامكانك تدربوا على تي مختلفه بس هون هم دربوا على تي وحده الشكل هذا اللي بدينا فيه اذا هذه راح تكون البي والتي من هون خلينا نطلع على الثانيين مثلا لو اجينا شوهنا هاي مثلا لو شلنا القطعه هاي وعملنا هون ومثلا لو اجينا شوهنا هاي بعرف شو عملنا فيها اف مثلا شلناها من هاي النقطه هلا هاي صارت شبيهه بالتي شوف شو بتعطيني اعطتني شيء قريب للاف هون هلا طبعا هذا مثال بسيط جدا بس هذا مثال على كلاسيفيكيشن سوبرفايزد ليرنينج سوبرفايزد لانه في عندي التارجت سيت هلا في بعض انواع الليرنينج بتتذكروا حكيت لكم المره الماضيه الكلاسترنج ما درسناه بالتفصيل الكلاسترنج ما في عندي تارجت سيت ما في شيء سيت افرجياها هو بحاول يفهم الكلاسترنج العلاقات بين الانبوت والاوتبوت بس احنا وقتنا ضيق انه ندرس الكلاسترنج بالتفصيل رح نركز على الكلاسيفيكيشن الكلاسيفيكيشن واضحه انا بعطيه تارجتنج داتا بقول له لازم يكون الاوتبوت 60 بالحاله هاي ناقص 60 بالحاله هاي وصفر بالحاله هاي طيب اوكي ماشي جيد شايفين كيف مخكم بدا يشتغل دكتور بدل حرف شو اسمه بدل ما هذا هيك بدك هيك ايوه بالضبط حطه نفسه مش هيك مفروض يعطيني ما رح يختلف لان ربعت له اياه رح يكون نفسه نفسه ما تغير بس لا سؤالها كويس يعني هل في شيء يعني اذا وصل نفس الشكل هلا احنا بدنا نحاول نعمل شيء بين التي والاف ونشوف شو بصير بين التي والاف الاصليه هي التي الاصليه وهي الاف الاصليه مزبوط هلا خليني اول شيء ابعت هاي التي نفسها هي نتاكد ان لسانها هون ونبعت هذه الاف نفسها ونشوف انه هون هلا خلينا نحاول نعمل شكل زي ما ايش اسمك ساره بتفكر بتقول طيب لا كيف انا ممكن ابدا اقترب ما بين الشكلين هلا انا المشكله انه عندي هذا الخط هون وهذا الخط هون لو اجيت عملت هذا هيك هلا هذا صار يشبه هذاك المشكله انه احنا الخط كنا حاطينه جيد هلا لو دربناه على هذا الشكل هذا اعتبره تي هون رح تصير المشكله مزبوط او لا اقول لك شو رح نعمل حتى اعمل اللي انت بتفكري فيها رح اشيل هدول هيك ورح ادربه من جديد الان اوكي يعني هلا الخط هذا حطيته انا هون وراح ارجع هاي التي زي ما كانت اول
هلا هذه صارت تي وهي اف، ايش رايكم؟ حط هيك، ايش رايكم؟ ايش حط هذا واشيل هذا هيك، اوكي هاي اف، بس هيك ميزتها انا اكثر، مش مشكله. هاي حطيت انا تي واف مختلفات، ولاحظوا هلا هون بطل في عنده حجه يقول انه هذا الخط، شايفين هذا الخط كان مختلف بحاله التي والاف. هلا هو المنطق بقول انه تي يعني حقها انها تاخذ الخط تبعها بالنص، واف حقها انها تاخذ الخط تبعها على الطرف، بس انا فاهم شو اللي انت بتفكري فيه، خلينا نجربه ونشوف. اوكي مش هذا اللي عم بتفكري فيه. طيب خلينا نطلع هلا هون، خلينا ندرب الداتا من جديد، راح اعمل هلا تريننج من جديد. هي انا حددت الانبوتس كانه اتس ستراجلينج على فكره بالهذا، الايرور عماله بيطلع بينزل، مزبوط ملاحظين اختلف عن اول. طيب هلا بالشكل هذا هلا اعطاني، هي عندي هون نفحص هذا الاوتبوت اول شيء نتاكد قديش اعطانا. اعطاني هذا ما اعطاني رقم كويس، وهذا اعطاني هذا رقم اعلى، وهذا الرقم عم بعطيني زيرو. اوكي صار في مشكله هلا، بطل يقدر يميز بسهوله بين الاف والتي، لاني زحت الخط تبع الاف وحطيته محل عند خط التي بالضبط. لو حاولنا مثلا نعمل ايش ممكن نعمل، خلينا نعمل هاي نحاول نميزها اكثر ونرد نعمل تريننج مره ثانيه. اسوء عماله بصير اسوء، طالعين على الايرور اتس ستراجلينج، يعني متغلب انه يوصل لمينيمم، يحاول يوصل لمينيمم للاس اس اي. نجرب مره ثانيه هلا نعمل نطلع تي، تي عم بعطيني ما في مشكلة بالتي، بس المشكلة بالاف، يعني هاي تحسنت أكثر. فهذا الخط، هاي النقطة اللي هون ميزتها. اوكي أقيم هاي النقطة الآن وأجرب أعمل تيست عليها، نقطة اختلفت كثير بالهذا. اوكي ماشي.